نقص البوتاسيوم، شوفوا يرتفع ضغطك ناقص بوتاسيوم، عندك نقرس أملاح ناقص البوتاسيوم، وأيضا خدار بالريد ناقص البوتاسيوم، تساقط شعر ناقص البوتاسيوم، جلدك وايد مو مضبوط ما في لمعة ناقص البوتاسيوم، وانا بالأذن. شوف كل حياتنا بوتاسيوم ولكن ما حد ياكل بوتاسيوم. شتو الكرة الأرضية كلها ناقص بوتاسيوم، مو بالكرة لا بالناس نفسها، ما ياكلون خضروات، ما ياكلون خضروات. اتحدى اي شخص نباتي في الاعراض اللي انا تكلمت عنها، لان هو نباتي 24 ساعه بوتاسيوم مغنيسيوم فما فيها الاعراض. طبعا ما انصحكم تصيرون نباتيين لا، ولكن دخل الخضروات باكلك، ما اكل خضره. الملح من يكسره بوتاسيوم، ماكو بوتاسيوم اكيد املاح ونغرس وضغط يرتفع، اكل بوتاسيوم. اكثر الاشخاص المرضى الله يشافيهم يدب ويخربط مطاعم كاكاو بقلاوة شاي قهوة سهر ارتفاع كورتيزول مزاجه مو زين، كل هذا ها ويمرض. السلام عليكم بضاري، الله يعطيك العافية. انا عندي وايد اشياء، في فيتامين او معدن معين يشيل هذا كله؟ كفك كفك. معدن فيتامين معين؟ لو تجيب ساحر، ساحر هذا اللي اخفى برج ايفل. ما يشافيك الا الله سبحانه وتعالى. فيتامين تبي شافه كل هذا؟ مستحيل. اذا في حبه تكفون قولوا لي انا اشتريها، عندي كم شغله خليني اصلحها. ما في، صار لك انت سنين مخربط تبي فيتامين او معدن، واذا سويت له مثلا خطه علاجيه يسالني يقول لي كم يوم وتشافه؟ احلف ثاني مره كفك لا. اسكت لا تتكلم، متى انت طب